أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. اليوم نتكلم عن الكلمات المستخدمة في كرة القدم، كلمات اللغة الإنجليزية. واتش يشاهد، وين يكسب، لوس يخسر، وينر الكسبان أو الرابح، لوزر الخاسر، جروب A المجموعة الأولى، أدفانس تقدم، فوز، 2-1 2-1، أتاك هجوم، كاونتر أتاك هجوم مضاد، هجوم عكسي، ذا بلاير زابس لاعب الاحتياطي، سيمي فاينل ماتش مباراة قبل نهائية، فاينل ماتش مباراة نهائية، شامبيون البطل. تاي جيم تعادل إيجابي، نل نل 0-0 تعادل سلبي، ريفري حكم المباراة، ذا جول سكاونتد الهدف محسوب محتسب، كورنر كيك ركلة ركنية، اوف سايد تسلل، ديفنس الدفاع، ديفندر مدافع، اتاكر مهاجم، سبورت يشجع، جو فور يشجع، بلاي اللعب، بلاي اللعب، فير بلاي اللاعب النظيف، كيك يشوط، هاف تايم شوط، بنالتي عقوبة، انجري إصابة، والفعل انجيور، قد التايم الوقت المضاف الوقت الإضافي، جول هدف، يلو كارد الكارت الأصفر الإنذار، ريد كارد الكارت الأحمر الطرد. هناك المزيد من الكلمات في وصف الفيديو. الرجاء عمل سبسكرايب أو لايك إذا شعرت أن هذا الفيديو قد قدم لك معلومة. Thank you and goodbye.